ده كلام اخير، هيقول لي على الميعاد الاكتئاب. هيتلغي. نبدأ الكانسر. حلو، يعني ايه كانسر؟ يعني سرطان. ايه هو السرطان؟ uncontrolled cellular proliferation. يعني ايه uncontrolled cellular proliferation؟ يعني تكاثر لا ثانية واحدة، خلايا هو ده تكملة؟ بدون تحكم. يبقى السرطان هو ان الخلايا بتتكاثر ولكن بدون تحكم. يبقى السرطان uncontrolled cellular proliferation او تكاثر خلايا بدون تحكم. no limit يعني بلا حدود، no purpose يعني بلا فائدة. يبقى السرطان تكاثر خلايا، خلايا بتكتر لا بتحكم ولا بفايدة. ماشي، السرطان ليه أكتر من 100 شكل. السرطان ليه أكتر من 100 شكل، كل شكل مميز، يونيك فيتشر، كل شكل مميز. سبب السرطان جيناتيك التريشن، يعني يونيك يعني مميز. سبب السرطان جيناتيك التريشن يعني تغير جينات. تمام، السرطان، السرطان بيقولوا عليه سوبر سيل جروس، يعني نمو سوبر، نمو عالي. السرطان بيحصل ان اكتيفيت. يعني ايه ان اكتيفيت؟ عدم تنشيط للسيلو جروس، عدم تنشيط للحاجات اللي بتبطئ الخلية. ربنا خالق في حاجات بتوقف الخلايا، بتوقف السرطان. دي لما بتبوظ السرطان بيبتدي. السرطان كمان بيمنع الابوبتوزيس. فاكر يعني ايه ابوبتوزيس؟ لا الحمد لله، بيمنع ان الخلايا الحمد لله شكرا. تنتحر. بيمنع ان الخلايا ايه؟ تنتحر. دي اول كلمة. حلو، السرطان، السرطان بيحصل تغير في الجينات، بيحصل تغير في الايه؟ في الجينات. حلو، ان الخلية بريفنت الاميون، بيحصل منع للمناعة. يعني السرطان بيمنع ان المناعة تشتغل عشان يقدر هو ينتشر. طيب، في اربع حاجات مهمة في السرطان: الريبرودكشن، التكاثر، الديفرنشيشن، التنوع، الريكوجنيشن، التعرف، السيلولات. يبقى كام خلية، كام حاجة في السرطان؟ أربعة: التكاثر بتاعها، التنوع بتاعها، التعرف بتاعها، والسيل كلوك. عارف يعني ايه السيل كلوك يا ابو حميد؟ دي انا قلتها امبارح. انترفيز وميتوزيس. الخلايا بتعدي على مرحلتين يا ابو حميد، مرحلتين رئيسيتين: مرحله التصنيع ومرحله الانقسام. هو ايه اللي قولها تاني؟ انت اللي تذاكرها بدل ما تتنفخ. نبدا اول حاجه، تشرب تاني سيلولار ريبرودكشن، التكاثر. مش عايز اعمل لك جلاش. اول حاجه التكاثر. اول حاجه الايه؟ التكاثر. براحتك. التكاثر ده بيحصل وانت امبيروجينيسيس، يعني بيحصل وانت جنين. يبقى التكاثر ده بيحصل في وقت وانت ايه؟ جنين. ايه بقى الحاجات اللي بتشغل الخليه وبتخليها تكتر؟ ودي اللي طب السؤال بقى بيجي ازاي؟ قلت لك كل ما هتقولي السؤال بيجي ازاي هروح اعمل لك ايه؟ اسفل السفلي. ايوه اهو بس هي السؤال فين اهو. هو عاوز الكلام بالانجلش يا دكتور محمد. ما انا بقوله ما انا بعلم عليه انجلش وانا بترجم الانجلش. السؤال بيقول ايه بالانجلش؟ ما هو السؤال تحت، الاسئله تحت، ما انا حاطط الاسئله في نفس الورق. ما انا حاطط الاسئله تحت، اعمل وعايز ايه؟ وعايز اسمعه منك انت. ماشي، اما اوصل له اخلص الجزئيه واوصل للاسئله. طيب لازم اوصل له. طبعا انت توصل له وانا اكون نسيت انت بتقول ايه. النيم بتاع المسنجر بروتين، النيم بتاع الخلايا اللي بيخليها هايبر اكتف. مش السرطان معناه ان الخليه هايبر اكتف؟ معناه ان الخليه نشطه اكتر من اللازم. ايه هي؟ اسم الجين اللي بيخلي الخلايا دي اكتف كان اسمه ايه؟ راس بروتين. كان اسمه ايه؟ راس بروتين. طيب ايه الماستر بريك؟ ايه بقى الفرامل اللي بتخلي الخليه تفرمل وما تعملش سرطان؟ ار بي جين. ار بي ايه؟ جين. هل انا وصلت لده في الشرح؟ لا، انا لسه بشرح ان الخلايا بتتكاثر. حلو، ولسه بشرح انها هتفرمل. ده السؤال. تفرمل. عرفت ليه مش راضي اقول السؤال الا لما اخلص الجزئيه؟ يعني ايه بقى تفرمل؟ حلو، هي الخلايا ابو حميد مش ممكن تكتر لوحدها؟ صح. مش ده السرطان؟ صح. حلو قوي،
هل انت بيجيلك سرطان لا قدر الله؟ لا يا حبيبي يا حبيبي بقى، هل جالك؟ لا. ليه؟ لان ربنا خلق جينين بيلعبوا قدام بعض، جين بيخلي الخلايا تكتر وجين بيخلي الخلايا تفرمل. لو الجين اللي بيخلي الخلايا تكتر اشتغل، ولو الجين اللي بيخلي الخلايا تفرمل باظ، هو ده السرطان. ان واحد يشتغل والتاني يقف. فمين الجين اللي بيخلي الخلايا تكتر؟ اسمه الراس بروتين. فمين الجين اللي بيخلي الخلايا تفرمل؟ اسمه الاربي. فلو الراس هي اللي زادت والاربي وقف، ده بيخلي الخلايا يجي لها سرطان. طيب امتى الخلايا بتكتر طبيعي؟ سمع الكلمه دي، طبيعي لما بتتعور الخلايا بتكتر طبيعي. واول ما توصل انها عوضت التعويره، يروح الفرامل شغاله على طول عشان ما يحصل لكش حاجه. في ممثله اسمها انجلينا جولي، الست دي كل شويه تلاقيها ايه، بتشيل جزء من جسمها. ليه؟ هي بتدور على الجينات. اول ما تلاقي الراس اللي هو الجين اللي بيكتر الخلايا زاد، والجين اللي بيوقف الخلايا باظ، بتروح عامله ايه، شايله الجزء ده من جسمها بدل ما يجيلها سرطان. طب شكلك بتتراجع عن جينها زود كتير يا جدع. يبقى ايه الحاجه اللي بتنشط الخلايا؟ اسمها الراس. وايه الحاجه اللي بتفرمل الخلايا؟ اسمها الاربي. بص بقى، في جين تاني بيوقف 75% من السرطانات، فلو اتشال هيجيلك 75 براحتك 75% من السرطانات. اسم الجين ده B53. اسم الجين ده ايه؟ B53. ده بيوقف 75% من سرطان القولون. جين 53 مكتوب بالانجلش يا محمد. يا ستي قدامه الكلام بالانجلش. B53. اوكي. ايه الاكزامبل اوف بروتو انكوجين؟ يعني ايه اكزامبل اوف بروتو انكوجين؟ ايه الجين اللي ممكن يسبب سرطانات تاني غير الجين الراس؟ كان اسمه مايك جين. كان اسمه ايه؟ مايك جين. فافتكر دايما ان في جينين للسرطانات. ايه بقى المايك جين ده؟ فافتكر دايما ان في جينين للسرطانات بيسببوا السرطان، جين اسمه المايك وجين اسمه راس بروتين. وجين اسمه ايه؟ راس. ارجع للشرح. شكرا ربنا يخليك. لا يلا بص بقى، في حاجات بتنشط السرطانات لوحدها، هو اللي بتخلي الخليه تنقسم، فدي حاجات طبيعيه، بس لو زادت عن حدها يجي لك كانسر لا قدر الله. اول حاجه الهرمونات. عشان كده سرطان مثلا، في انواع سرطانات بتيجي للرجاله بس بسبب زياده في هرمونات الذكوره، زي سرطان البروستاتا. تمام. فده هرمونات بتزود النمو. في حاجه اسمها الجروث فاكتور. يعني ايه الجروث فاكتور؟ عوامل النمو. دي لو زادت عن حدها بتعمل سرطانات. في حاجه اسمها كيميكال، مواد كيميائيه بتخرج اسمها سيتوكين. اسمها ايه؟ سيتوكين. دي لما بتخرج من الخليه بتعمل سرطان. يبقى كام حاجه قلنا بتعمل سرطان؟ ثلاثه. الهرمون جروث فاكتور او الهرمونات، الجروث فاكتور عوامل النمو، والمواد الكيميائيه. والمواد الايه؟ شكرا ربنا يخليك. لا انا قلت طيب. يعني كفايه. ما فيش كفايه. السيلولار ريبرودكشن، ازاي الخلايا بتتكاثر؟ سيلولار ريبرودكشن يعني ازاي الخلايا ايه بتتكاثر. بص يا ابو حميد، كل حاجات اللي انا بشرحها دي طبيعي، بتزيد وقت السرطان. يبقى انا بشرح الحاجات الطبيعيه اللي بتزيد وقت الكانسر. ركز عشان الحته دي انت اعترضت عليها قبل كده. بيجي حاجة اسمها هرمون. بيجي حاجة اسمها ايه؟ هرمون. الهرمون ده بيمسك في حاجة اسمها ريسبتور. عارف يعني ايه ريسبتور؟ مستقبل. انت دلوقتي يا ابو حميد لو مديت ايدك مسكت حاجة سخنة، مش في اعصاب هنا مستقبلات؟ هي دي اللي وصلت لي ان دي حاجة سخنة. فانا ربنا خلق عندي مستقبلات بتستقبل الهرمونات. صباح الخير، الاخبار عامل ايه؟ تعالى هنا. لما الرساله بتيجي بيبدا جسمك يتحول من ان اكتف لاكتف. من ان اكتف لايه؟ لاكتف. بينشط حاجه اسمها كاينيز. بينشط حاجه اسمها ايه؟ كاينيز. كاينيز 1 وكاينيز 2 وكاينيز 3. انا قلت كام واحد؟ 3. هو ده اللي بيشغل تكاثر الخليه. يبقى جيم بيجي لك امر، بيجي لك ايه؟ امر او هرمون. يعني بيمسك في الريسبتور اللي بيخليك تحس،
فبيشغل الكاينيز. فبيشغل مين؟ يعني السؤال هجيل ازاي؟ انت تاني؟ ما قلنا الاسئلة تحت هنزل لها كمان شوية. يبقى اول حاجة بايند للسبيسيفيك ريسبتور، بيمسك بالمستقبلات، دي اول ايه حاجة. بعد ما بيمسك للمستقبلات بيشغل كومبلكس، الكومبلكس ده هو اللي بيعمل جروس. يعني ايه جروس يا احمد؟ وبعض الناس نمو. ايوه كده نمو. صعبة؟ لا. تيجي ننزل نشوف الاسئلة بقى، اخيرا ما احنا وصلنا لها الحمد لله على السلامة. ينفع في نص السلايد تقول لي السؤال هيجي ازاي؟ ما اكيد مش هعرف ارد. يعني ايه السيرفيس بروتين او ايه البروتينات اللي بتخلي الخلايا تشتغل او بتحس؟ ايه الحاجات الاكسترا سيلولر او المادة اللي بتخلي الخلايا تشتغل؟ اسمها سيل اديجن. اسمها ايه يا ابو حميد؟ سيل اديجن. يبقى ده سؤال نظري هتكتبه بايدك، هتكتب الكلمة دي سيل اديجن. ده البروتين اللي بيبقى على سطح الخلايا وبيخليها تشتغل. تمام؟ بس ده السؤال الوحيد اللي جه في الحته دي للاسف. ارجع للشرح بعد اذنك. نبدا بقى، ايه الحاجات اللي بتتحكم في الخلايا؟ هو لا مؤاخذه، هو ده اورجانيك ولا الهوي؟ ده اي بي اس. بي اس ايه اللي انت بتقول؟ هو في مركبات قدامك؟ انا بقى انا شرحت اي كيمياء قدامك؟ يلا. طب هتقول من الاول يعني؟ لا اله الا الله. يلا ابو احمد هيعيد الكلام. السؤال بالانجلش يا دكتور. والله قلته بالانجلش، والله بقول بالانجلش يا دكتور محمد. بنورك. ايه هي الحاجه اللي بتزود تكاثر الخلايا؟ ركز. طيب ده هيعيد نفس الكلام تاني، ركز فرصه تانيه. ايه الحاجه اللي بتزود تكاثر الخلايا؟ قلنا جين اسمه بروتو انكوجين، وده اللي بينشط السرطان، وده اللي بيعمل ايه؟ ربنا يستر باللي هعمله في نفسي دلوقتي. ممكن نفسك؟ لا هسألك. الجين البروتو انكوجين ده كان بيزود السرطان، في جين تاني بيزود السرطان قلته في الأسئلة كان اسمه ايه؟ طب يعني ايه بروتو؟ بروتو اسمه ايه؟ بروتو انكوجين. ايوه انكوجين. جين بيزود السرطان. حلو، في جينين تاني انا قلت اسمهم وبيزودوا السرطان، فاكرهم؟ قولهم انا مش فاكر. لا اله الا الله. الراس بروتين هو ده والبروتو انكوجين. يبقى في كام جين قلته لحد دلوقتي بيزود السرطان؟ بروتو انكوجين وراس. على فكره راس ده مش اسمه، ده اختصار بس انت هتحفظه كده. طب ايه التيومر سبريسور جين؟ إيه ممكن تلاقي واحد في الشارع براس عرسه براس فرخه كتكوت. ايه التيومر سبريسور جين؟ ايه الحاجات اللي بتوقف السرطان؟ فاكرهم؟ التيومر سبريسور جين قلت اسمه تيومر سبريسور جين. ها البريك، حتى ساعتها قلت لك البريك اللي بتفرم للسرطان كان اسمها ايه؟ اولها ام. لو انت صادق اقولها ار بي جي. كان الماستر بريك ار بي جي والبي 53، ده الفرامل بتاعتنا ار بي جي والبي 53. يبقى التيومر سبريسور اثنين اهم، ار بي جين والبي 53. اللي بعديها قول لي بقى يا ابو حميد، فاكر تكاثر السرطان كان من خلال ايه؟ تلات حاجات قلناها اللي هما غش. السؤال هيك ازاي؟ ده انا ما اتخرجتش منها. هتقلك عرق بقى او مخرج منها. هرمون كنترول اوف سيلولار ريبرودكشن. ايه الحاجات اللي بتتكاثر؟ ايه الحاجات اللي بتعمل تكاثر في الخلايا؟ خلاص هقول انا. قول. هي هرمون جروث فاكتور. جروث فاكتور كيميكال. وفي ثانيه يا حبيبي قولها ثاني معلش. هرمونز. ايوه جروث فاكتور. ايوه كيميكالز. تمام. وفي حاجات فيزيكال. فيزيكال. وفي جينات اللي احنا قاعدين بنقول اسمها اللي هي مين؟ بروتين. اسمه ايه؟ راس بروتين. وفي الحاجات اللي بتقلل الكانسر او تيومر سبريسور جين او تيومر سبريسور جين اللي هم مين ومين؟ والاسم الجين يا احمد ار بي جين. ايوه وبي 53 جين. بي 53 مش هتفرق، اهم حاجه اكتبها. هقولها بالانجلش. اوكي بي 53. والبروتو انكوجين اسمه ايه؟ ماك جين. شكرا. طب ينفع ثانيه بقى؟ ماشي بص عليها.
ايوه كبر براحتك كده. تبعتها لي يا دكتور محمد دي؟ هو ده. يعني ام السؤال هيجي كنترول اوف سيلولار ريبرودكشن. انا هقول له دول كلهم. لو جالك السؤال كده هتقول له دول كلهم بس لحد الله. بس لا مش هتقول، ما تقولش الا ثلاثه كده 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 ما بنقولش الا ثلاثه. حلو. واهم ثلاثه فيهم دول. نبدا بمين؟ الار بي جين. نبدا بمين يا ابو حميد؟ يعني الناحيه الثانيه ولا ده سؤال ثاني؟ لا هناخد دول بقى بالتفصيل. من ثلاثه. ايوه ما انا من ثلاثه كل واحد. ما انا قلت لك اكتب ار بي، مش هكتب ار بي هنا. أيوة. اكتب ماك جين. ماشي. بي 53 جين. ماشي. وراس المنيا، راس بروتين. بتهزر؟ ماشي. نبدا اول حاجه هناخد التيومر سبريسور جين، يعني الجينات اللي بتقلل السرطان. اول جين قلنا اسمه 100 مره لحد دلوقتي اسمه ايه؟ ار بي جين. بنقول عليه الماستر بريك. يعني ايه الماستر بريك يا ابو حميد؟ الفرامل، بريك العربيه. وذاود بروتين، من غير بروتين بيبقى اون، من غير بروتين بيبقى ايه؟ اون. ولو لزق فيه بروتين بيبقى اوف، ولو لزق فيه بروتين بيبقى ايه؟ اوف. يبقى لو قال لك وذاود بروتين تقول له اون، وذاود بروتين يبقى ايه؟ اون. اون يعني يشتغل ولا يوقف؟ يشتغل ان شاء الله. يبقى نان ستوب. يبقى ايه؟ نان ستوب. ركز بقى في الجمله اللي جايه دي. لو حصل ميوتيشن، لو حصل طفره، لو حصل طفره في الجين ده يبدا الكانسر. لو حصل طفره في الجين ده يبدا الكانسر، اللي هو اسمه ايه الجين ده؟ وبعد نصف ساعه اسمه ايه الجين ده؟ السؤال هيجي لي ازاي؟ احنا حللنا السؤال 100 مره تحت. هيجي لي اتس ميوتيشن. لو حصل طفره هيجي لك الكانسر دي. حلو. السؤال يلعن يا ابني يا حبيبي. تلعن نفسك اهي. أهي. الاسئله اهي، الاسئله اهي، حليتها خليتنا ننزل لها 100 مره. ايوه بتاعه الراس بروتين بقى مان. قصدي الار بي جين اهو. السؤال جه وراح قايل لك ايه الماستر بريك بتاع الخليه. ردوا عليه وقالوا له مين؟ ردوا وقالوا، رد عليا وقال لي ار بي جين. انا لو ما لحقتش خلاص هو على دماغك اصلا. نبدا تاني حاجه، التيومر سبريسور جين، الجينات اللي بتقلل السرطان. بي 53 بي كام؟ 53. ده اللي بيعمل بوز. يعني ايه بوز؟ اطفاء، بيوقف. ده اللي بيخلي الخليه ابوبتوزيس. يعني ايه ابوبتوزيس؟ قلناها كذا مره، تنتحر ابوها. ده بيعمل ايه؟ ده اللي بيتاكد ان اي جيناتك ايرور نوت باس، يعني غلطه الجينات لا تمر. غلطه الجينات ايه؟ لا تمر. ده لو حصل فيه مشكله، البي 53 ده لو حصل فيه مشكله بيجي لك لا قدر الله كولوريكتال كانسر. بيجي لك لا قدر الله مين؟ قول اسم الكانسر. كولوريكتال كانسر. تمام. يلا الحته اللي انت هتحبها بعد السلايد دي الاسئله. تسمع عن مايك جين؟ ده بروتو انكوجين. تسمع عن مايك جين؟ ده واحد من البروتو انكوجين. تسمع عن مايك جين؟ ده واحد من مين؟ من البروتو انكوجين. بص بقى، ده اللي بيعمل عمليه الترانسكريبشن، ده اللي بينشط الخلايا. ده اكتف وقت الجروس. بيبقى اكتف امتى يا ابو حميد؟ الجروس. بس ده بيعمل اون للسرطان. بيعمل ايه؟ اون للسرطان. وانت صغير كده كده بتبقى اون، اما لما بتكبر المفروض افتر ايرلي، يعني بعد الكبر بيحصل اوف. بيحصل ايه؟ اوف في ايه بقى؟ يعني الخلايا تكتر ولا المفروض خلاص توقف؟ لا هتكتر. لا هو انت كبير كده بتطول؟ ما هو انا لوحدي يا ابني، كل الناس بعد ما بيكبروا بيكتروا. مش الخلايات بتكبر بعد ما بتكبر في السن؟ لا وانت صغير بس بتكتمل يعني. يس.
يلا الأسئلة. انت جبت التك على الياس كده. What is the name of secondary messenger protein؟ لما يسألك على السكندري messenger protein أو التيرن أون، قلنا الراس بروتين. قلنا مين؟ راس بروتين. إيه الماستر بريك؟ إيه الفرامل بتاع الخلايا؟ أر بي جين. أر بي جين. إيه التيومر سبريسور جين؟ كان اسمه؟ بي 53. إيه البروتو أنكوجين أو اللي بينشط السرطان؟ كان اسمه؟ مايك جين. شكرا ربنا يخليك. نروح دلوقتي لتاني حاجة في الكانسر، كل ده كان لسه في أول واحدة، السيلولار ريبرودكشن. نروح دلوقتي لتاني واحدة، ديفرانشيشن، يعني الخلايا بتتوزع. الخلايا بتت ايه؟ بتتوزع على حسب الاستراكشر والفانكشن. يعني ايه استراكشر؟ التركيب. يعني ايه فانكشن؟ البناء. ماشي. بص بقى، الخلايا دايما اكتر خلايا عندك نشطة هي اكتر خلايا ممكن يحصل فيها كانسر. يبقى اكتر خلايا هايلي ديفرانشيتد او اكتر خلايا بتتوزع، تمام، زي السكن والميوكوزا. زي السكن والايه؟ ميوكوزا. عارف يعني ايه سكن؟ جلد. عارف يعني ايه ميوكوزا؟ لا ميوكوزا دي مش عايز اعرف. الاغشيه دي، الحاجات اللينة دي. دي؟ دي هتعمل لي نفسك مجرم يا حبيبي. دي الميوكوزا. ايه اللي بعمل نفسي مجرم؟ الطبقة اللي جوه بقي ميوكوزا. ده انت غريب يا جدع. اصلا ما الناس بتعمل كده وبعدين بتتج كده. لا انا ما عملش كده. وعايزين يعملوا كده. لا لا، دول عربجية مش انا. يلا. المشكلة ان انا بضربهم كتير. الخلية عمرها ما بتدخل السيل سايكل. الخلية عمرها ما بتدخل مين؟ السيل سايكل. صعبة. تعالى بقى. عارف انا شايل في العربية. ثالث مرحلة. يا رب. نبدأ دلوقتي حاجة اسمها المرحلة الثالثة في السرطان. سيلولار ريكوجنيشن. سيلولار ايه؟ ريكوجنيشن. التعرف. السيرفيس بروتين ماتش اب مع سيميلار سيل. يعني كل خلية بتمسك في اللي شبهها. كل خلية بتمسك في الايه؟ في اللي شبهها. حلو. قال لك والله الموضوع ان كل خلية بتمسك في اللي شبهها. قلنا اللي بيلزق اسمه ادهيجن مولوكيول. اسمه ايه يا ابو حميد؟ ادهيجن مولوكيول. حلو. ايه؟ ادهيجن مولوكيول. يلا السؤال، ايه السيرفيس بروتين؟ ايه الحاجة اللي على الخلية اللي بترزق؟ اللي بترزق. تلزق. 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 اسمها ايه؟ سيل. سيل. ادهيجن. ادهيجن. مولوكيول. قبل ما تلزق. لو دي الاجابة. يس. ذات. اما يقول لك السيرفيس بروتين اللي عنده اكسترا سيلولار ماتريكس، تقول له مين؟ سيل ادهيجن مولوكيول. ادهيجن. عسل. ادهيجن. عسل. يا عمي. السيل. انا مش عسل. يا حبيبي. السيل كلوك. بص بقى، ركز على الحته اللي جايه دي وليها اسئله كتير. السيل كلوك. النورمال سيل بريدكتابل نمبر اوف تايم. يعني دايما الخليه الطبيعيه بتبقى متوقعه. يعني انت عارف الخليه هتنقسم امتى. فاحنا عملنا كاونتنج سيستم. عارف يعني ايه كاونتنج سيستم؟ تقسيم لمساحه دنجال. نظام عد. نظام ايه؟ عد للخليه. اسمه ايه نظام العد ده؟ ده اسمه تليومير بيزد كاونتنج سيستم. اسمه ايه يا ابو حميد؟ تليومير بيزد كاونتنج سيستم. اسمه ايه يا ابو حميد؟ تليومير بيزد كاونتنج سيستم. حلو. يبقى ايه الكاونتنج سيستم بتاع الخليه؟ كان اسمه ايه؟ تليومير بيزد كاونتنج سيستم. لا صح. نكمل بقى. السيل كلوك ايه هي؟ خليك بص بقى، فاكر البريك؟ فاكر الفرامل كان اسمها ايه؟ ار بي جين وبي 53. ار بي جين ومين؟ وبي 53. صعبه. بص بقى، بيقول لك
السل بتبدأ تعمل ديفايد، يعني تنقسم لحد ما يحصل كراودنج. عارف يعني ايه كراودنج؟ زحمة. لحد ما يحصل ايه كراودنج؟ يعني ايه كراودنج؟ زحمة. وده بيعمل حاجة اسمها كونتاكت انهيبيشن. كونتاكت ايه؟ صعبة. يلا احنا لسه في الخلية وهي بتقدر، واحنا لسه في الكانسر. هناخد شوية حاجات كده اسمها انابليجيا واوتونومي ولوس اوف سيل كلوك ونيوكليار سيتوبلازميك دي ارانجمنت. اول حاجة uncontrolled cellular reproduction. يعني ايه uncontrolled؟ متحكمين فيه ولا مش متحكمين فيه؟ مش متحكمين. الله عليك. قال لك والله الكانسر عايزهم يتحكموا. الكانسر سيلز بتقعد وقت قليل في الجي ستيج. بتقعد وقت قليل فين؟ في الجي ستيج. ودايما بتقعد وقت طويل في الاس والام. يبقى بتقعد وقت قليل فين؟ في الجي. بص كده ادي السيل سايكل اهو. الكانسر في جهات اهي، الجهات بتقعد فيها وقت قليل، الجهات بتقعد فيها ايه؟ قليل. حلو. اما الاس والام بتقعد فريكوانتلي. يعني ايه فريكوانتلي؟ كتير. صعبة؟ لا الحمد لله. قال لك دايما الانكنترولد بتبقى الخلية اندبندنت، يعني بيجي لها اوامر جروس ولا ما بيجي لهاش؟ من دي خلية الكانسر ما بي... لا ما بيجيلهاش. الخلية بتبقى اوتونومي. عارف يعني ايه اوتونومي؟ مش راح. لا اوتونومي يعني دي مش اناتومي، دي اوتونومي. اوتونومي معناها الخلية بتبقى شغالة عمال على بطال. don't respond للانهيبيشن. don't respond لمين؟ تيجي نشوف السؤال. لا مين الخلية اللي don't respond للانهيبيشن؟ يعني ما حدش بيعرف يوقفها. كان اسمها ايه؟ انهيبيشن. انهيبيشن يعني يوقف. اتومي. اتونومي. اسمها ايه؟ اتونومي. اتونومي. صعبة. لا بيجي لها جروث انهيبيتور، لا بيوقفها حاجة ولا بينشطها حاجة، هي شغالة لوحدها. بص بقى انابليجيا. يعني ايه كلمة انابليجيا يا ابو حميد؟ تشوه. انابليجيا يعني ايه؟ تشوه يعني loss of differentiation، يعني الخلية less ability to perform the function، ما عندهاش قدرة على انها تعمل وظيفتها. ليس عندها القدرة على العمل. يبقى loss ability to perform various function. قالك الخلية دي بتقول عليها ectopic site of hormone reproduction، يعني بتخرج هرموناتها لوحديها. بتخرج هرموناتها لايه؟ لوحديها. من دي؟ دي خلية الكانسر. يلا اما اقول لك loss of mature feature، لما اقول لك الخلية بتخسر شكلها تقول لي يبقى حصل لها حاجة اسمها ايه؟ انابلازيا. الخلية لما بتخسر شكلها بيبقى حصل لها ايه؟ انابلازيا. الخلية لما بتخسر شكلها بيبقى حصل لها ايه؟ لا معرفش. انابلازيا. ثانية. The loss of the mature. ثانية. الخلية لما بتخسر شكلها بيبقى اسمها ايه؟ انابلازيا. الكانسر سيل. الكانسر ايه؟ سيل. يعني بتخسر شكلها دي اسمها ايه؟ دي مش. انابليجيا. متأكد؟ عايز ترجمة الجملة كم ده؟ loss of mature or specialized feature. تبقى انابليجيا. عارفين الماتيور ده؟ ماتيور. or specialized feature. لا يعني ماتيور. يعني شكلها الناضج. يعني شكلها الناضج. ماتيور يعني شكلها الناضج. سبيشال يعني شكلها المتخصص.
لما الخلية بتخسر شكلها الناضج والمتخصص يبقى عندها انابليجيا. طيب لو الكانسر يا ابو حميد حصل بوان اور ميني اكيوميليشن، يعني الكانسر ممكن يحصل بسبب طفرة واحدة او العديد من الطفرات، بنقول عليه accumulated mutation. بنقول عليه ايه؟ بنقول عليه ايه؟ بص على السؤال. accumulated mutation. اللي بعديها الجينات، يلا يا ابو حميد، الجينات المسؤولة عن السيل ديفيجن. الجينات what is the gene are regulate cell division. what is the gene are regulate cell division. what is the gene that regulate او primitively regulate cell division. ايه هما؟ كان اسمهم ايه؟ بروتو انكوجين وتيومر سبريسور جين. بروتو انكوجين وتيومر سبريسور جين. بروتو انكوجين وتيومر سبريسور جين. يلا غناحة. cell that rarely or never، الخلايا اللي ما بتخشش او عشان تبقى كانسر. هل بتخش السيل سايكل ولا ما بتخشش السيل سايكل؟ اقرا rarely يعني نادرا، or never او ابدا ما بتخشش السيل سايكل عشان تبقى كانسر. دي تبقى unlikely. تبقى ايه يا ابو حميد؟ unlikely دي بقى لما يجيلي ايه بالظبط؟ likely ولا unlikely؟ او يقول لك مين الخلية اللي عمرها ما تدخل السلخة؟ الا never يعني. ايوه انت شاطر على فكرة، شاطر بعد 13 سنة يا لهوي. شاطر من يعني من زمان ولا قريب؟ يلا اصل في واحد قبل كده قلت له انت لو القط فين؟ القط في المطبخ. يلا لو في نورمال سيل يا ابو حميد، لو في نورمال سيل يعني خلايا طبيعيه بيكم ديتاتشد، خرجت من مكانها. خرجت من ايه؟ خرجت من مكانها ولوزنج، وخسرت الوظيفه بتاعتها. عارف دي معناها حصل لها ايه؟ ابوبتوزيس. معناها حصل لها ايه يا ابو حميد؟ ابوبتوزيس. الحمد لله. يلا الان الجمعه الحمد لله لو هتكذب. يلا الانديبيس الحاجه بتاعه الكروموزوم اللي بتقل كل ديفيجن. ذا انديبيس الجزء النهائي اللي في الكروموزوم that shorten with each division. the end piece الجزء النهائي of chromosome اللي بيقل براحته with each division اسمه تليومير. اسمه ايه؟ تليومير. طبعا هتقولي السؤال يجي ازاي؟ هقول لك ما هو ده سؤال. the end piece لا of... انا كنت اقول ايه؟ انا كنت اقول لما الاقي ايه؟ برضو اما تلاقي ال end piece of chromosome اسمه تليومير. ال end piece of chromosome يعني تلوميرز ده الجزء النهائي بتاع الكروموزوم، اخر حته في الكروموزوم، عشان كده اسمه الانديبيس اوف كروموزوم. شفت اللطافه بتاعتهم؟ يلا يا لطافه. اما اقول لك تشينج ان سيل ستراكشر، تشينج ان سيل ستراكشر تغير في شكل الخليه، تقول لي انابليجيا. تقول لي ايه يا ابو حميد؟ تشينج ان ذا سيلز structure. تقول لي مين؟ ثانية واحدة اقول لك دلوقتي. انابليجيا change in cell structure. انابليجيا. مين الجين اللي بينشط السيل سايكل؟ مين الجين اللي بينشط ايه؟ السيل سايكل. قلناهم قبل كده 100 مرة. مين الجينات المسؤولة او بتعمل كنترول للسيل سايكل؟ اسمهم ايه؟ تيومر سبريسور جين وبروتو اونكوجين. تيومر سبريسور جين وبروتو اونكوجين دي الجينات اللي بتنشط
السيل سايكل اللي تشينج نو تشينج ان اكتيفيتي اوف بروتين. يعني ايه نو تشينج ان اكتيفيتي اوف بروتين؟ يعني لا تغير في عدد. اسمه سايلنت ميوتيشن، لازم على بعضها كده. سايلنت يعني ايه ميوتيشن؟ طفره، طفره صامته. سايلنت ميوتيشن الطفره دي، الطفره تغير في الدي ان ايه ممكن يعمل سرطان. لو ما عملش بقى نو تشينج اسمه سايلنت ميوتيشن. اسمه ايه؟ لا ثاني، كوزس نو تشينج ان بروتين، اكتيفيتي ان اكتيفيتي اوف بروتين اسمه ايه؟ سايلنت ميوتيشن. ثاني اللي بعديها، ذا مور هايلي ديفرنشيتد سيل، الخليه اللي عمرها او نادرا ما بتروح السيل سايكل ما بتنقسمش. The more highly differentiated cell، الخلايا المتوزعة المتخصصة. The more highly differentiated cell هي اللي بتروح السيل سايكل. تقول لي ايه؟ ترو. تقول لي يا ابو حميد ترو لو قال لي ايه؟ The more highly differentiated cell that will go through a cell cycle. ترد تقول لي مين؟ ترو. The more highly differentiated cell that will go through. تقول لي cell cycle. قال لي هشوفك على الماشي. يلا اللي بعديها، من ما اللي قال كده الليزي. يلا الحتة اللي جاية دي من احلى الحتت في الدنيا. رسومات، هيجيب لك رسمة وتشاور عليها بس. هشاور ازاي بقى؟ يعني هتقول جواها ايه. اوكي يلا بينا، يلا بينا. البون يا ابو حميد، البون ليها بوزيشن، ليها مكان وليها شكل. البون ليها بوزيشن، ليها مكان وليها شكل. كل عظمة في الدنيا ليها بوزيشن، ليها مكان وليها شكل. اول حاجة الاكزيال بون. عارف يعني ايه اكزيال يا ابو حميد؟ هو البلبل ما فيهوش اسم خالص ولا ايه؟ لا ما فيهوش عظمة، وانا بتكلم عن البون دلوقتي. يعني ايه اكزيال؟ اكزيال يعني الجزء الرأسي. اكزيال يعني ايه؟ الجزء الرأسي. يعني ايه ابنديكولار؟ يعني الاطراف. يعني ايه اطراف؟ نبدا الاكزيال. الاكزيال زي السكال، الجمجمه. الاكزيال زي الهايويد بون، العظمه اللي في الرقبه دي بنقول عليها هايويد بون. الاكزيال زي الفيرتبرال كولم، العمود الفقري بنقول عليه الفيرتبرال كولم. ففيرتبرال كولم دي معناها العمود الفقري، العمود الايه؟ فقري. الاكزيال زي الثوراسيك، عظام الصدر. عظام الايه؟ ايه؟ السطر. عظام الايه؟ حلو. بص يا ابو حميد، رجلك فيها عظمتين، عظمه طويله اسمها فيمر، عظمه طويله اسمها ايه؟ فيمر. وبالعربي اسمها الفخذ. يبقى رجل فيها عظمه طويله اسمها فيمر، عظمه طويله اسمها الايه؟ فيمر. وبالعربي اسمها الفخذ. وفيها العظمه الثانيه اسمها تيبيا، اسمها ايه؟ تيبيا. وبالعربي اسمها الساق. يبقى فيمر وتيبيا، يبقى فيمر وايه؟ وتيبيا. والاثنين دول لونج بون. والاثنين دول ايه يا ابو حميد؟ لونج بون. نروح في بقى عظام شورت، يعني طويله ولا قصيره؟ صغيره. كاربال بون دي اللي في الهاند. كاربال بون دي فين؟ هاند. فلات بون دي اللي في السكال والسكابيولا، دي اللي في السكال والايه؟ سكابيولا. نيوماتيك بون يعني عظام فاضيه. المفروض انا اللي افهمك الكلام ده. ماكسيلاري اند فرونتال. وات؟ اه والله. ازاي؟ لان انا فاهم كل الكلام ده بجد. انا سعيد والله العظيم سعيد. ايوه انا دارس الكلام ده اصلا. الحمد لله كويس. اهو لقينا حاجه. لقينا ايه الكلام ده؟ يلا الريجولار بون. الريجولار بون دي الفيرتبريت اللي هي الفقرات يا ابو حميد، بنقول عليها الريجولار بون. السيستمايت بون
السيسمايد بون دي الباتيلا يا ابو حميد اللي هي في الركبه. اوكي طب انا شاطر الحمد لله ربنا يخليك، يعني قلت الكلام صح. دي بقى اهم ورقه عندي. بس انت برضه المفروض تتعلمها صح، يعني اللونج بون. اللونج بون زي الفيمر. انت ان انا لاعب ام ام اي ولا يا لهوي على الام. يلا يا ابو حميد هتخليني عالته. اللونج بون زي الفيمر والتيبيا. اللونج بون زي مين؟ الفيمر والتيبيا. التيبيا. والشورت بون زي الهاند والفوت. والشورت بون زي مين؟ هاند والفوت. والفلات بون زي السكال والسكابيولا والريبس. والفلات بون زي مين؟ سكابيولا وسكال سكال وريبس. ريبس. يعني ايه سكال؟ يعني سكال جمجمة. جمجمة. يعني ايه سكابيولا؟ دي. اللي بعديه النيوماتيك بون. ده المجزلة والفرونتال. المجزلة والايه؟ المجزلة دي ضربة هنا تموتها. والفرونتال. يلا. يلا. اللي بعديه. لا بس انت شاطر. انت شاطر. يا ابني انا مش انا بحب اقول لك انت شاطر. ايوه بس يعني هي خلاص شهاده. برضه المفروض اعلمك حاجات. شهاده ما احتز بيها يا ابو احمد. اي خدمه. تعتز لما انا اعلمها لك. الله بقى الله يرضى عليك ما تخليناش نتضايق. يلا. لا انت مش لاعب ام ام اي اصلا. يلا. تتضايق من ايه؟ يلا. السكال. السكال ليها شكلين يا ابو حميد. انتيريور وبوستيريور. شكل امامي وشكل خلفي. شكل امامي وشكل ايه؟ خلفي. وسوبيريور ولاترال. نبدا ركز بقى. حلو. انا استبعد بصراحه ان حاجه زي دي تيجي، بس جزء سهل ولازم نقول. دي الحته دي اسمها فرونتال. الحته دي اسمها ايه؟ فرونتال. اللي هي الراس دي اسمها فرونتال. الحته دي اسمها زيجوماتيك. الحته دي اسمها ايه؟ زيجوماتيك. الحته هنا دي اسمها ماجزيلا. اسمها ايه؟ ماجزيلا. العين اسمها اوربيتال. العين اسمها ايه؟ والفك اللي تحت اسمه ماندبل. والفك اللي تحت اسمه ايه؟ ماندبل. يجيب لك رسمه فاضيه ويقول لك حل عليها. يجيب لك رسمه فاضيه ويقول لك حل ايه؟ يلا اللي بعدي. ايه ده؟ ايه هو المرخيه بالشكل العام كده من جوه؟ اه سبحان الله. بص إيه؟ يا حبيبي افتكرت بلبل ولا يا ابني. اتلم اتلم. انا اللي اتلم برضه. ممكن في حد يسمع ده. البوستيريور فيو. انت بتجي لحد تاني اصلا؟ لا امال ليه بتقول لي اتلم؟ عشان في ناس ممكن والدتك تسمعه معاك. يلا البوستيريور فيو اوف سكال. اتكلم باسلوب احسن من كده. البوستيريور فيو اوف سكال. البوستيريور فيو اوف ايه؟ سكال. حلو. اول حاجه ساجايتال. الخط اللي في النص ده اسمه ساجايتال. الخط اللي في النص ده اسمه ايه؟ دي الجمجمه ولا اه دي الجمجمه بس مصورينها من ورا. بوستيريور يعني من ورا. ده بالقفا بقى. ايوه ما هي يعني من ورا. ايوه بوستيريور. تمام. ده اسمه ساجايتال. دول العظمه دي ودي اسمهم برايتال. اسمهم ايه؟ برايتال. الخط ده اسمه لامبويد. الخط ده اسمه ايه؟ لامبويد. الحته دي اسمها اوكسيبيتال. الحته دي اسمها ايه؟ اوكسيبيتال. والحته دي اسمها تيمبورال. والحته دي اسمها ايه؟ تيمبورال. والحته دي اسمها ايه؟ اللي بعديها السوبيريور فيو اوف سكال. ودي اكتر حته بتيجي في الامتحان. اكتر واحده. يعني ايه؟ هنصور الجمجمه سوبيريور. يعني منين؟ من فوق. يعني كانك باصص عليها كده. ايوه سوبري. بص بقى هيجيبوها لك كده. ركز عشان اول ما هدخل المره الجايه هيروح جايب لك الرسمه دي فاضيه واقول لك كمل. دي مش الجمجمه. دي الجمجمه من فوق. دي الجمجمه من فوق. ما بقلاظه كده. معلش. العظمه اللي فوق اسمها فرونتال. العظمه اللي فوق اسمها ايه؟ فرونت. والخط ده اسمه كرونال. والخط ده اسمه ايه؟ كرونال. الحتتين دول البرايتال بس لما صورناهم من فوق. الحتتين دول اسمهم ايه؟ لما صورناهم برايتال. اسمهم ايه؟ برايتال. الخط ده اسمه ساجايتال. الخط ده اسمه ايه؟ ساجايتال.
الحتة دي اللي تحت خالص دي اسمها اوكسيبيتال، اسمها ايه؟ اوكسيبيتال. الحتة اللي فوقها دي اسمها زيجوماتيك ارش، اسمها ايه؟ زيجوماتيك ارش. تمام. دي الانفيريور ودي السوبيريور، الانفيريور تيمبورال والسوبيريور تيمبورال. الانفيريور سيمبورال والسوبيريور ايه؟ مره جايه هتلاقيني جايب لك اهي الرسمه فاضيه، اهي السؤال بتاعها اهي، هتقول لي فين السؤال، هقول لك اهو، اهو الرسمه فاضيه اهي. تمام. وهسالك عليها الرسمه اهي، ركز الله يرضى عليك، تقعد تضحك وانا هجيب لك الرسمه. بص بقى، ممكن يجيب لك رسمه تانية اللي هي دي، العمود الفقري كامل، بس بصراحة أنا أستبعد ده. ويقولوا لك إيه؟ قول كل الحاجات اللي عليها. بص كده بس، أنا بقول لك أنا أستبعد إيه؟ أستبعد إنه يعمل كده. صح، براحتك. شايف مش أنت بتضحك دلوقتي؟ هتلطم على وشك لما الامتحان بالضحك ده. قلتم أنت على وشك، أنا ما بلطمش يا جدع. يا جدع بقى ما تخلينيش كده، حرام، حس بالمسؤولية شوية. أنا الحمد لله حاسس بالمسؤولية. طيب اللي بعديه عايزني أديلك درس. بص بقى ماشي، الأجزاء اللي فوق دي بس هتديني فلوس. حلو، أنا ما بحتاجش دروس، يلا أنا خلصت خلاص. أديلك دروس. الأجزاء اللي فوق دي اسمها فرونتال، الأجزاء اللي فوق دي اسمها إيه؟ فرونتال. الأجزاء اللي هنا دي اسمها ايثامويد، الاجزاء اللي هنا دي اسمها ايه؟ ايثامويد. الاجزاء دي اسمها المجزلة، الاجزاء دي اسمها الايه؟ مجزلة. الاجزاء دي اللي ورا اللي جنب الودان دي اسمها سفينويد، اسمها ايه؟ سفينويد. حلو، ممكن يروح جايب لك البنت دي ويقول لك يلا، ويجيب لك الرسمه ويشاور لك ايه عليها. دي اهي هسالك فيها، اهي اهي البارانيزال ساينس. اقول له ايه بقى؟ هيشاور لك عليها، تكتب الحاجات اللي هي دي. اي لا لا، دي 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 البارانيزال ساينس، دي الرسمه دي اهي. اول حاجه فوق دي اسمها فرونتال، اول حاجه فوق اسمها ايه؟ فرونتال. تاني حاجه اسمها ايثامويدال، تاني حاجه اسمها ايه؟ فرونتال. تالت حاجه على الخدين اسمها سفينويد، اسمها ايه؟ سفينويدال. واخر واحدة اسمها المجزيلاري. هجيب لك دي اول ما هدخل المرة الجاية، هشاور لك على الرسمة واقول لك حلها، دي ودي. نبدأ بقى العمود الفقري او الفيرتبرال ايه؟ كولا. ايه قصة العمود الفقري يا ابو حميد؟ ادي يا عم العمود الفقري، ممكن يجيب لك برضو الرسمة بتاعته ويسألك عليها، يقول لك اول فقرات عندنا فوق هنا بيقولوا حتى فقرات الرقبة اسمها سيرفيكال، اسمها ايه؟ سيرفيكال. بعديها ثوراسيك، فقرات الصدر، بعديها فقرات الايه؟ صدر. بعديها لامبر، فقرات البطن، فقرات اللامبر، فقرات اللامبر، فقرات الايه؟ لامبر. لامبر. اخر واحدة ساكرال، اخر واحدة ايه؟ ساكرال. ممكن تحصل في الفقرات لا قدر الله وشر بره وبعيد امراض، ممكن يحصل ايه؟ امراض في الفقرات. يلا نبدأ. شايف الحتة دي؟ هو معلم عليها نجمة اصلا، يعني هيجيبها. لورديزيس يعني اكسكريشن اوف لامبر، يعني اللامبر يتحرك من مكانه. اكس اجريجيشن اوف لامبر يعني يتحرك من مكانه. كيفوزيس يعني حركة في الثوراسيك، عضلات الصدر. وده اسمه سكولوزيس. بص 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 العمود الفقري عامل ازاي؟
lateral division. متني اجيب لك الرسمه بتاعته. سؤالك فين؟ كل رسومات سؤالي كله في الرسم. اجيب لك المرض اهو واقول لك اسمه ايه. عرفت سؤالي فين؟ اللي فوق اهو سكوليزيس. اسمه ايه اهو؟ سكوليزيس لاترال ديفيجن. تمام. طب جبت لك ده تقول لي لوردوزيس. ده الراجل ده عنده ايه؟ لوردوزيس او اكسكريشن اوف لامبر، خروج اللامبر من مكانه. طب الراجل ده عنده ايه؟ كيفوزيس. الراجل ده عنده ايه يا ابو حميد؟ كيفوزيس. مقتب كده كيفوزيس. اسمه ايه؟ صعبة اهم. هتقول لي فين الاسئلة؟ اهي قدام عينك اهي. اللي بعديها خلصت؟ لسه يا ابو. خلصت الكلام؟ هنخلص الرسومات ونوقف. يلا الفيرتبريت. في حاجة اسمها الابنديكولر، يعني الحاجات الطرفية، الحاجات الايه؟ الطرفية. ركز اهي، شايف الاسئلة فين؟ اهي رسومات وتكتبها. اول حاجة اللي فوق ده اسمه بيكتورال جيردل. عارف يعني ايه بيكتورال جيردل؟ الكتف، حزام الكتف. بيكتورال جيردل اسمه ايه؟ حزام الكتف. لا بيكتورال جيردل اسمه ايه؟ بيكتورال جيردل. جواه عظمتين. بص دي اسمها الكلافيكل، دي اسمها ايه؟ كلافيكل. ودي اسمها الاسكابوليا. اسكابيولا اسمها ايه؟ كابوريا. اسكابيولا اسمها ايه؟ اسكابيولا. اللي بعديها عظمة الدراع اسمها هيوميرس. عظمة الدراع اسمها ايه؟ هيوميرس. اهو مشاور عليها. العظمة اللي بعديها عظمتين، اللي برنا قلنا، اللي برا ريدياس واللي جوه قلنا. اللي برا ريدياس واللي جوه قلنا. اللي برا ريدياس واللي جوه قلنا. اللي برا ريدياس، حتى برا تبقى ريدياس، برا تبقى ريدياس، واللي جوه قلنا. بعد كده عظام اليد كاربال بون. عظام اليد اسمها ايه؟ كاربال بون. واخر حاجة الفالنجس. اللي بعديها دي اسمها بيلفيك جيردل، يعني حزام الحوض. حزام الايه؟ الحوض ده عند الكتف ولا عند الرجلين؟ انت ايه رأيك؟ ما تقول يعني عند الرجلين. اول عظمة الفخد اسمها فيمر. اسمها ايه؟ فيمر. فيمر. الركبة اسمها باتيلا. الركبة اسمها ايه؟ باتيلا. العظمة اللي جوه تيبيا واللي بره فيبيولا. اللي جوه ايه؟ تيبيا. اللي جوه ايه؟ تيبيا. واللي بره فيبيولا. واللي بره ايه؟ فيبيولا. اخر حاجة ترزل وفالنجس. اخر حاجة مين؟ ترزل و فالنجس. ترزل وايه؟ فالنجس. اللي بعديه عيدها تاني. صعبة. هناخد دلوقتي الماسل. يعني ايه الماسل؟ العضلات. تمام. يلا ركز. اول حتة اللي طالع منها العضلة بنقول عليها اوريجين او المصدر. اول حتة اسمها الايه؟ اورجن. اوريجين. اول حتة اسمها الايه؟ اللي بعديها اسمها تندون او اربطة. اللي بعديها اسمها ايه؟ تندون او اربطة. اللي بعديها ماسل بادي، يعني جسم العضلة. اللي بعديها مين؟ اهو السؤال. هتقول لي السؤال فين؟ هقولك اهو السؤال. ماسل بادي اسمه الماسل بادي. اللي بعديها تندون. اللي بعديها مين؟ تندون. صعبة. حلو قربنا خلاص. اللي بعد كده واخر حاجة الجوينت. اخر حاجة مين؟ الجوينت. يعني ايه جوينت يا ابو؟ يعني ايه الجوينت؟ الجوينت يعني المفاصل. الجوينت يعني ايه يا ابو حميد؟ مفاصل. تمام. بص بقى اخد لي بقى حاجه للصداع. لا لا هوقف دلوقتي. هوقف والله. توقف. يلا دلوقتي ده المخ. خلاص احنا كده فعليا
خلصنا عند الجوينت، خلصنا عند المصل، خلصنا عند مين؟ المصل. حلو. شويه بقى اسئله يجيب لك دي ويسالك على اسامي العظم زي ما قلنا: بارايتال، ساجيتال سوتشر، اوكسوبيتال، لامبويد، تيمبورال. قلناهم ولا ما قلناهمش؟ يجي لك كده. دي يسالك على اساميه: فرونتال، اوكسيبيتال. فاكر؟ يجيب لك دي ويسالك على اساميه قلناه: سكلوزس، كيفوزس. اساميهم نسيتها. ما انا بقول اساميهم. هو اكيد مش هحفظها معاك في الحصه. سبحان الله، لسه اول مره تقول انك لازم تذاكر. انا اتصدمت. يعني اقول لك حاجه تانية؟ اقول لك ايه؟ طب يلا. البرين، المخ عباره عن، بص بقى، البرين ستيم، المخ عباره عن ايه؟ ميد برين وبونز ومظله اوبلونجاتا. يبقى المخ كام حته؟ اوبلونجاتا. ثلاث حتت: ميد برين وبونز ومظله اوبلونجاتا. ميد برين وبونز ومظله ايه؟ اوبلونجاتا. جي تي ايه؟ اورجانيزيشن اوف نيرفس سيستم. النيرفس سيستم حاجتين: يا سنترال نيرفس سيستم، يا جهاز عصبي مركزي، يا بريفرال نيرفس سيستم، يا جهاز عصبي طرفي، يا جهاز عصبي ايه؟ قول لي اربع امراض. اربع ايه؟ امراض. فاكرهم؟ او تلات امراض، مفيش اربعة، هما تلاتة اصلا. هنهرج. تلات امراض: لورديوزيس، وكيفوزيس، وسكلوزيس. فاكرهم؟ اللي كان المقتب واللي ظهره معوج. حلو. فلورديوزيس دي مشاكل في اللمبر، كيفوزيس مشاكل في السوراتيك، سكلوزيس غالبا مع الكيفوزيس.